Good evening, ladies and gentlemen. Ahlan wa sahlan in this church. Please let me begin by asking you all to turn off your cell phones or put them on a silent mode. I am Reverend Habib Badr, pastor and rector of this church, this 175-year-old church. And I think we were one of the first churches, if not the first church, to own a pipe organ, and which is one of the reasons that the organ week either begins or ends here in this church. And we are very honored, huh? Since 2014, as Father Rahmi just reminded me. And the way this whole thing started also was by a divine coincidence by Father Rahmi and Father Siriani, an Italian Franciscan priest who unfortunately could not make it tonight because he discovered he is positive COVID and did not want to infect anybody, so he did not come tonight. But we greet him and send him our love and wish him well. I want to welcome especially the ambassador to Germany and his family. Ahlan wa sahlan. I also want to welcome especially the Australian ambassador who insisted on sitting up. He says it's a better sound from up, and maybe he's right. And also to thank you all for coming in this weather and at this hour and in this place, which, as you know, looks like a fortress with all the security checks that you have to go through. Enjoy the concert, and we are thankful again for all your support. And I give the floor now to Father Rahmi to give us a word in Arabic and a word of welcome. Good evening, مساء الخير يعطيكم العافية وأهلا وسهلا. Excellency. أهلا وسهلا فيكم ببيتنا. بيتنا الثاني يلي هو القسيس بدر الصديق، مثل ما قلت من سنة 2014 نحن وياه بهالمهرجان يلي تأسس. أنا عن جد بوجه له تحية كبيرة يلي على طول قلبه مفتوح وكنيسته مفتوحة. ليش؟ لأنه نحن في هالتعاون يلي بيقولوا مطرح ما في كنيسة بيكون في أورج، مطرح ما في أورج في جماعة مؤمنة. نحن من هالجماعة المؤمنة، من هالناس يلي بيأمنوا. بنطلق اليوم النسخة الثامنة لأسبوع الأورج من هالمكان يلي بلشنا فيه من 8 سنين، والسؤال كان ليش أبونا عم تعمل الأورج؟ شو هالثقافة للأورج؟ هو لأنه تنعرف على ثقافة بلبنان كان بعد مش معروفة. ثقافة الأورج قبل الحرب كان فيه، لكن بعد الحرب كثير أورجات تدمرت وما كان في لها رجعوا يصلحوها أو يهتموا فيها. وكان أول أورج مثل ما قال القسيس بدر من بعد الحرب سنة 97 صار عندنا أورج، وأورج بأهميته بلبنان ما في. مشان هيك انطلقنا من هون، ودائما البداية أو النهاية عم بتكون دائما من هالمكان المحب. وكمان ليش فيستيفال انترناسيونال؟ لانه بيستقبل اهم عازفين عزفوا على اله الاورج، والاورج هو اله كبيره، هو الروا ديز انسترومون، هو ملك الالات، ذا كينج اوف ذا كينج ديز انسترومون، لانه بيحوي بقلبه اوركسترا كامله. واكثر من هيك، مش بس نعمل فيستيفال بجامعه سيده الويزه، قررنا انه يكون في اول مدرسة بتعلم آلة الأورج بالشرق الأوسط بالتعاون مع المركز الثقافي الإيطالي يلي بيبعث لنا من 8 سنين لليوم استاذ 6 مرات بالسنة بيقدم وبيعلم. صار عندنا 12 تلميذ أورج، ومن بيناتهم السنة في تلميذة راحت تكفي اختصاصها سالين حجيلي بكونسيرفاتوار بوتنسا. شوفوا إنه هالآلات يلي عم نرممهم بدو مين يعزف عليهم؟ رح يكون في عازفين لبنانيين. وكمان الليلة افتتاح المهرجان رح يكون مع العازفين الألمانيين لآلة الأورج والترومبيت، يلي هالآلتين كتير
بيلبقوا لبعض ونكتب لهم كتير ريبرتوارات مهمة من أهم عازفين عالميين ومؤلفين. عازف الأورج هو من الكنيسة الكنيسة ماربوتروس ببافاريا، وهو مؤسس مهرجان الأورج العالمي ببافاريا. وعازف الترومبيت جيورج هيمر يلي هو كان يعزف على هالآلة من عمر 9 سنين، هو عمره هلأ تقريباً 30 سنة يعني بهالعمر الصغير، يلي الليلة رح يقدموا لنا برنامج بدعم من السفارة الألمانية مشكورة مش لأول مرة للسنة الثامنة. وشكراً، وإن شاء الله نحن وياكم نستمتع بأول ليلة بهالأورج، ونتمنى أن نشوفكم بكل السهرات. شكراً. Thank you.
حاضر.